السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بخير، كل عام أنتم بخير وعيدكم مبارك، والله يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وإن شاء الله رمضان يعود علينا يعني أعوام عديدة ونحن في أفضل صحة وحال، والله يزيل هالوباء والغم علينا وعليكم. نحن عندنا رمضان هذا صار في باكستان شيء عجيب غريب، ما يعني أعلنوا عند العيد بعد الإفطار بيمكن ساعتين أو ساعتين ونص. زي ما كان رمضان غريب العيد كان أغرب، بدينا كالعادة مو عارفين رمضان 29 ولا 30، كل سنة نفس المنوال، لكن المرة هذه خربوها أكثر. عندنا وزير التكنولوجيا هذا إيش عليه شطحات اسمه فؤاد جودري، كتب في تويتر أنه عيدنا بكرة، اللي يرد عليه المفتي العام يقول له بعد بكرة، هذا الكلام صراحة، والشعب من وقتها مترقب أنه في WWE اليوم في الليل، إلا بعد الفطار بساعتين ونص تقريبا أعلنوا العيد. الظاهر كانوا يتناوشون في بعضهم، الشعب واقف منتظر يلا عيد لا عيد ما في 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 واحد من مجلس النواب حط بعض الناس اللي شافوا الهلال وحط ارقامهم في تويتر قال اتصلوا عليهم وتاكدوا. يا حبيبي ما في معلوم، والله ما في معلوم، المهم اعلن العيد. انا خوي يصلي بالناس تراويح في المسجد، يصلي العشاء يكلمني فتره يقول لي ها اصلي التراويح ولا ايش، اقول له ما ادري. المهم حركنا الساعة 12 بالليل عشان نروح لبيت عمي، يعني قررنا العائلة الموجودة في باكستان تعيد سوا زي كذا، وخلال ساعتين تقريبا ونحن عند عمي في أبتباد. يا جماعة وصلت البيت كلهم نايمين، ما في إلا عمي وولد عمي يعني كم من واحد صاحي، البقية تأكد نومة 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 عليهم على برجر. الحمد لله ان عمتي نايمة ولا كان بيت بيت لا لا why you are making so much noise. امي بجا حقي تجد برده. والله يا جماعة ودنا نصلي صلاة العيد في البيت، فبكرة ان شاء الله نشوف من اللي هيصحى على الفجر، الكل نايم الكل نايم. لكن يوم قمنا الصباح جدي فاجأنا وقال انا بصلي صلاة العيد في المسجد. يا جماعة عندنا الساعة الحين يمكن قربت الساعة 2:30 والبيت كله جهز إلا أنا. مع أني رحت صليت العيد صباح، رحت للمسجد معنا كله، إحنا كنا قاعدين في البيت، لكن جدي كان مصر إنه لازم أروح أصلي في المسجد. قلنا له يا جدي يعني البيت لا 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 مسجد. الكل في البيت كان نايم، أنا طلعت رحت مع جدي، توقعت انه يكون يعني حوش كبير ويصلوا فيه وما قالوا زي كذا، لكن للاسف صلوا في المسجد وكان وضع سيء جدا صراحه، الكل يعني ما في اي احتياطات والتدابير الصحيه اللازمه، بالهواء كان اب كاتينج कर सकते हैं يعني سبزيوں سے لے کے بندوں تک کی سب کی کٹنگ کر سکتے ہیں یعنی بندوں کی کٹنگ ہاں 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 کیا سمجھتے ہیں میں وہی سمجھ رہا ہوں لازم الواحد يحلق، مو لازم الواحد يحلق. يعني كنت متردد أحلق ما أحلق، ودي أغير يعني كذا عشان تحس بطعم العيد يعني. ضروري كاتينج كرنا؟ نهيه دل چارا؟ نهيه، چلا اندر، يلا خوش. ابھی کرن؟ نهيه کرنی. يا ضروري نية. ضروري صراحة التغيير كانت فكرة جيدة، أما التغيير مع ولد عمي ما أتوقع. मैंने कहा मूव करो मैं करल निकालू मैं करल निकालू करल निकाल मेरा मतलब है कर्ल्स निकाल ओए 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 जल्दी करो टाइम नहीं मेरे पास और भी गा के मेरे ओए तेरी तो ये क्या है मुझे नहीं चाहिए नहीं मैं करूं मुझे सेट कर लो मुझे नहीं तो कुछ नहीं मेरे को तो सिर्फ मुझे ही नहीं आप कितने मेरे क्यों कटवा रहे हो मेरी मूछ मेरी मर्जी तो मैं मेरी भी मर्जी फिलहाल तो मेरे लाले दी मर्जी नहीं चलती अच्छा चलो टाइम हो गया
हाँ ये सेट होगी यस मच बेटर देन बिफोर नीचे से ऊपर ये कौन सा तरीका है काटने का लाला लाला قد حسيت انك فار تجارب بالضبط هذا الاحساس اللي انا مريت فيه سو بيك لانا تو 8 رکھ کے الٹا الٹا چلا تو چلا ہاں کبھی 5 کبھی سالا سے مستسلم یہ بڑی کیچی چھوٹا کرنا چاہیے تھا میرا خیال ہے اوپر بڑے سے ڈرو ہاں اور ویئر از دیٹ یہ میرے پاس ہے میں نے اس لیے رکھا بھائی توبہ ادھر آؤ نہیں کرنا ہے مجھے پیار نہیں چاہیے ایسے کرو ہاں یہ لا تسألوني ايش كنت قاعد افكر وقتها بس التغيير له ثمن غالي جدا احيانا اخيرا خلصنا والحين جاء كل واحد بيعطينا رايه كيا 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 نظر نہیں آ رہا داڑھی مجھے مجھے نہیں یاد پہلے کیسے تھا مگر خراب تو نہیں کیا نہیں کیا نا آپ کو پتہ نہیں چلا خراب کہاں ہے ان کو خرابی آئی کین ناٹ ٹیل ان کو خرابی ڈھونڈنے دو نا خرابی ہے اب تو یہ کل میں زیادہ ہیں اور وہ کم ہیں ہاں بس یہ والی لائن کا اور اس لائن کا بس یہی فرق ہے نہیں باقی کیسے داڑھی سے زیادہ اچھا ہے یا اس طرح نارمل داڑھی کا رکھ سکتے ہیں آپ نہیں آج اچھے لگ رہے ہیں ابھی اچھے لگ رہے ہیں ابھی اچھا لگ رہا ہے نہیں کیا نا بال بھی ابھی اچھے لگ رہے ہیں I don't like you in this style size of the beard طال عمرك والله طالع اصغر بكثير اول شيء کہہ رہی ہے چھوٹے چھوٹا وہ I like it چھوٹا منہ لگتا ہے نا چوہا چوہا ٹائپ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو اپنا آپ اچھا لگنا چاہیے یہ بال یہاں سے یہ نہیں صحیح ہے کینچی کینچی سے کرنے چاہیے یہ کینچی سے کرنے ہیں یہ آپ کرنا نا غلطی ہے ایک ڈھونڈے کی ہے یہ اس طرف زیادہ مار دی ہے نہیں یہ دیکھیں اور اب یہ دیکھیں پر بندہ زیادہ بندہ پڑی گیا کیوں پہلے نہیں بندہ تھا یار پورا بندہ نہ شکر لالا لیکن پورا بھی شکر نہیں 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 ورنہ ورنہ میں پورا پورا شکر آل کر رہا ہوں اچھا 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 خرمنا شوي هنا لكن كيف الله ما ادري تتضارب الاراء والهذا لكن ما مشكل حلقنا حتى لو شويه يعني زياده عن اللزوم لكن يعني في كورنتين طويل في كورنتين طويل عيدكم مبارك يا جماعه عيدكم مبارك نشوفكم عيد الاضحى نحلق من عيد العيد خلاص کمال ہو کمال ادھر دیکھو کمال پتہ چلتا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے کیا نہیں ہے كل هالتجهيزات كانت عشان فكرنا نسوي جلسة تصويرية كذا بثيم معين الثيم كان عبارة عن العصابات الباكستانية أو السكيورتية اللي في باكستان دائما تحس عيونهم كذا بارزة بالكحول ومع سلاح خفيف وزي كذا النتائج كانت مرضية لكن الميك اب والله تعب يا جماعة This is real storm. You get ready. لسه باقي ما خلصنا. This is real silver. قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے the second one. وہ ڈاکٹرہ کے پاس ہے. ڈاکٹرہ؟ Second one. دو؟ ہاں. اوہ مواسوا. آہ سپورٹی گارڈ ایسے نہیں کرتے پر ہم کر لیں گے تو لک کول. ایسے ہی؟ ایسے ہی؟ پلیز لائک سبسکرائب رن بٹن پرفیکٹ نحن الحين نحن في اليوم الثالث من العيد طبعا اليوم بنرجع على اسلام اباد بكره عندنا كلاسات في الجامعه طبعا اونلاين نحن الجامعات بدات والواحد ما يدري ايش يسوي نحن باكستان نحن هنا عندنا اغلب الاماكن السياحيه قفلوها لمده 3-4 ايام مثلا زي منطقه مري مقفله تماما يعني في كثير اماكن سياحيه قفلوها عشان خلاص ما حد يطلع وما حد يجي ويقال انه بيزودون او بيشددون اكثر بعد العيد لانه قبل العيد فتحوا كم يوم
والله الدنيا خربت بشكل مو طبيعي، الناس ولا كأنه في شيء، كل واحد برا. ف الله يعين. المهم قاعد افكر يا جماعه كيف الحياه بتكون بعد كورونا يا اخي، واحد مو داري اي شيء ولا يعرف شيء. كل واحد كان يخطط، نحن كنا اخر سمستر كنا فرحانين ونسي كذا ونسي كذا ونسي كذا، اخرتها جاء كورونا وقعدنا في البيوت. انا باكستان يعني يعني على الاغلب خلاص ما في، السنه هذه ما في اي جامعه، كله اونلاين، ويعني بنقعد في البيوت على الاغلب. جامعات نظام المدارس ما في شيء اسمه خلاص. بعض التخصصات مو متسالمه زي الطب مثلا، ما في تساهل الان يعني بالاختبارات، ممكن ينادوهم يسوون يعني اجراءات صحيه، ممكن ينادوهم للاختبار، لانه يعني على وزاره التعليم وكذا يقولون كيف تخرج طلاب الطب بدون اختبارات وكذا. اما البقيه يعني متساهلين معهم نوعا ما، لبعض الجامعات مشوهم، بعض الجامعات اختبارات، بعض الجامعات اسايمنتات، وكلها اونلاين. فما ادري سبحان الله ايش بيصير. قاعد بعد كم سنه كذا بتشوف افلام تطلع عن الكورونا، طبعا تطلع القصص اللي زي اللي تطلع في الحروب وزي كذا، في كل مدينه لها قصه، كل مكان له قصه، كل شيء. هنا قصه حب، هنا قصه مدري اي واحد تاثر بالكورونا، تلقى فيه قصص ملهمه، في قصص تلقى عاطفيه، في تلقى قصص حزينه. قصه الدكتوره اللي ماتوا بسبب الكورونا في ايطاليا، هذه لازم قصه حب عاطفيه رومانسيه انتهت في زمن الكورونا، هذه بيصير عليها فيلم يوم من الايام. الواحد كل واحد يكتب فيلم بتاعه، اكتب قصه جميله. اوتجيو لا بليز كم اوت سايد، اكتب قصه بتاعتي خليها تكون جميله، ما تتحطم، خليك مستعد. بس خليك شنو؟ خليك مستعد للبتاع. اوه ابلا لا نيو انس برو انا. وكذا عيد الكورونا يكون انتهى بالنسبه لنا، راجعين على اسلام اباد. ان شاء الله نشوفكم في فيديوهات قادمه، وشاركونا كيف كان عيد الكورونا معكم، وان شاء الله عيد الاضحى يكون بشكل احسن وحال افضل يا رب. فعدت الاونلاين كلاسز هذه، نعم كنت هي وليد مزوي.